مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث. في الجزء الأول نتوقف مع ضيفينا عند مخرجات المنتدى الصينية العربية الذي عقد في بكين، فيما نخصص الجزء الثاني لتحليل النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جنوب إفريقيا. لمناقشة الجزء الأول من البرنامج يسعدنا كثيرا أن ينضم إلينا من الدار البيضاء الأستاذ الدكتور عبد اللطيف كومات، وهو عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من الدار البيضاء كذلك الأستاذ الدكتور نبيل عادل، وهو مدير مجموعة الأبحاث الجيوسياسية والجيواقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. أبدأ معكم دكتور كومات، نريد أن نتوقف إذا سمحت معك عند أهم مخرجات هذا المنتدى. هذا المنتدى يصادف الذكرى 20 لخلق هذا المنتدى التشاوري بين الدول العربية والجمهورية الصينية، وكانت له مخرجات هامة لا من ناحية السياسية ولا من ناحية الاقتصادية، بحيث كنعرفوا اليوم بأن يعني المبادلات ما بين الدول العربية والصين تضاعفت بعشر مرات منذ ابتداء هذا المنتدى سنة 2004. هناك اليوم قفزة نوعية بالنسبة للمبادلات التجارية بين العالم العربي ودولة الصين. من جهة أخرى كانت هناك مشاورات سياسية وتترأسها القضية الفلسطينية، بحيث أنه من المخرجات هو الموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية وحرب إسرائيل على غزة، والمطالبة بالوقف السريع لهذه الحرب، وأيضا بالإمدادات الغذائية والإنسانية لسكان غزة، وأيضا بخلق دولة فلسطين بحدود سنة 1967 وأيضا عاصمتها القدس الشرقية، بحيث أن هناك اليوم موقف موحد، وخصوصا يعني وقف إطلاق النار، لأن كما تعرفون اليوم الوضعية هي وضعية كارثية، وكان لابد أن تكون من المخرجات الهامة المنتظرة من هذا المنتدى هي الموقف الموحد بالنسبة للقضية الفلسطينية. هناك أيضا قضايا كتهم البيئة، كتهم يعني قضايا دولية اللي كان اتفاق أن يكون يعني تبادل الآراء وأيضا التلاقي في المواقف، حتى تكون هناك يعني مواقف في صالح الإنسانية، لأن كنعرفوا اليوم المكان لا ديال الدول العربية ولا دولة الصين من ناحية حجم السكان، من ناحية يعني المكانة الاقتصادية، يعني البلدان العربية كقوة اقتصادية كبيرة في ميدان النفط، في ميدان الغاز، وأيضا يعني من ناحية البشرية، وكنعرفوا أيضا اليوم الصين كقوة اقتصادية كبرى تتبوأ اليوم يعني المكانة ما بين الأولى والثانية على الصعيد العالمي من ناحية الاقتصادية، وخصوصا اليوم عندها مكانة خاصة في التكنولوجيا، عندها يعني مكانة خاصة في عدة قطاعات اللي هي اليوم قطاعات مستقبلية. إذن هذا يعني اللقاء كان لقاء إيجابي، وكان اتفاق أيضا على يعني قرارات وعلى آجال لتقييم العمل، بحيث كانت هناك وقفة بالنسبة للإنجازات منذ سنة 2022 إلى 2024، وأيضا مخطط من 2024 إلى 2026، والاتفاق على القمة في سنة 2026 في الصين و 2030 يعني في دولة عربية. إذن هناك يعني اتفاق على يعني عدة إنجازات وعدة يعني آفاق للمستقبل اللي كتخلينا نشوفوا في هذه الأقطاب اللي هي الدول العربية والصين، بأن إن شاء الله يكون هناك يعني تعاون مثمر في المستقبل. طيب دكتور نبيل عادل، أهلا بك معنا. تحدث الرئيس الصيني وقال إنه يشعر بالألفة عندما يتحدث مع البلدان العربية. هذا التقارب الصيني العربي على ماذا يستند، وما هي نتائجه في المدى القريب؟ مجاملات في هذه المناسبات، هناك واقع يرفض نفسه، ذلك أن الصين في مرتبة متقدمة تحاول أن تنافس الولايات المتحدة على ريادة العالم، وتحتاج المنطقة العربية التي تعتبر صمام أو القلب النابض للعالم، خاصة بكل ما تزخر به من ثروات معدنية وخزان بشري، تحاول أن تستقطب ودها. ولهذا فالصين تعلم جد المعرفة أن
المرور لريادة العالم يمر عبر إما تأمين المنطقة العربية كحلف استراتيجي أو على الأقل ضمان حيادها في أي صراع أمريكي صيني، والذي أصبحت بوادره تلوح في... ألو؟ ما نسغي إليك دكتور بوضوح، تفضل. نعم ألو؟ نعم نحن كلنا أذان. نعم. مسغية، تفضل دكتور. نعم. إذا بالنسبة للصين في هذه المعادلة تحتاج إلى الدول العربية، لأنها مقبلة على حرب اقتصادية مع الولايات المتحدة. حرب اقتصادية بدأت بوادرها بالهجوم العنيف التي تشنها الولايات المتحدة على الصادرات الصينية، وعلى محاولة خنق الصين في الزاوية فيما يتعلق بملف تايوان. إذا الصين تحتاج المنطقة العربية على الأقل لضمان حيادها أو لجعلها في صفها. المنطقة العربية لها حسابات أخرى، بحكم أن الاصطفاف الصارخ للولايات المتحدة مع إسرائيل أصبح يضر بالمصالح العربية، إذ أننا كنا ننتظر من الولايات المتحدة على الأقل أن تكون وسيطا نزيها في الصراعات العربية الإسرائيلية، فإذا بها تصبح طرفا منحازا بشكل فج لأطروحات على حساب أخرى، وهذا ما يضع الدول العربية في حرج مع شعوبها وفي حرج على المستوى الدولي، بحيث أنها لا يمكنها أن تطور سياسات وهي تعلم أن أحد الشركاء الكبار ليس نزيها في قضية مركزية بالنسبة لها. إذن في هذا السياق تنعقد هذه القمة الصينية العربية، والتي يحاول كل طرف أن يجس نبض الطرف الآخر، وكيف يمكن أن يستغل الظرفية الحالية لتقوية موقفه من على السفر الدولي. دكتور كومات، عندما تتكلم الصين عن المملكة المغربية تصفها بالدولة المحورية، ماذا تريد بالضبط من المغرب، وكيف يمكن أن تنقل هذا التضييق الذي تعاني منه من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في بعث روح شديدة في التعاملات الاقتصادية بينها وبين الكثير من الدول العربية والإفريقية حتى؟ هو المغرب كدولة محورية من عدة يعني جهات. أولا المغرب كتعرفوا بأن الصين عندها الطريق الحرير اللي كتسمى اليوم الحزام، والطريق اللي كان فيها تغير في الامتداد ديالها باش اليوم شمال افريقيا، وانخرط فيه المغرب منذ سنة 2021. إذن المغرب هو امتداد للطريق والحرير، اللي هي مشروع تجاري كبير للصين لإعادة هيكلة التجارة الدولية وتوازن أكثر في التجارة الدولية. المغرب له مكانة خاصة في هذا الطريق، لأنه هو صلة الوصل ما بين الصين وما بين إفريقيا. احنا كنعرفوا المغرب اليوم كيتموقع يعني كمحور أساسي في العلاقات الدولية بين الأقطاب الكبرى كأوروبا كالولايات المتحدة كالصين. من ناحية ثانية، المغرب له عدة اتفاقيات تبادل حر مع دول في أوروبا، مع أمريكا، مع إفريقيا، مع الدول العربية، ومن خلال المغرب كيمكن للصين أنها كتفتح أسواق جديدة اللي كتعد مئات الملايين من المستهلكين، اللي غادي يمكن الصين يعني بحجمها أنها تلقى أسواق بالنسبة للمنتجات ديالها من خلال أولا المبادلة التجارية والاستثمار في المغرب. كنعرفوا بأن للصين اليوم تواجد كبير في التبادلات أو المبادلات التجارية مع المغرب، لأنها كتحتل المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي، وكتحتل المغرب في العلاقات ديالو هو يعني الصين هي الأولى في آسيا. إذن هناك عدة محاور اللي كتخلي يعني الصين كتعتبر المغرب محور كبير في العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، المبادرة الملكية اللي هي المبادرة الأطلسية اللي اليوم غتمتد عبر 23 دولة في إفريقيا، وغادي تشمل ايضا دول في امريكا اللاتينيه، اللي غادي توصل الاعداد ديال الدول اللي كتشملهم المبادره الملكيه اكثر من 36 دوله. هذا ايضا
يعني كيمكن الصين أنها تنخرط ويكون أنه تكامل ما بين الصين والمغرب في هذا الامتداد الجيوستراتيجي العالمي. طيب دكتور، إذن هذه المبادرة الأطلسية دكتور نبيل عادل هي في سياق يشهد الكثير من التجمعات الإقليمية بين جهة بين الحزام والطريق والمبادرة الأطلسية، كيف يمكن إيجاد نقطة التقاء أو على الأقل مساحات مشتركة في الأهداف التي يرجو البلدان تحقيقها في المدى القريب؟ وهذا هو صلب الموضوع. بحكم أن الصين تعرف تاريخيا أن أي دولة لكي تصل إلى ريادة العالم يجب أن تضبط مساحات التجارة الدولية. عندما ضبط الغرب واستطاع أن يمر على رأس رجاء الصالح إلى آسيا، خانق العالم الإسلامي اقتصاديا. إذن من أجل الريادة يجب أن تضبط القوى الكبرى مفاتيح التجارة الدولية. المغرب بمبادرته الأطلسية بتموقعه الإفريقي يعد جزءا من هذا الحل. وإن كان المغرب في سياسته الخارجية لا يحبذ الاستفافات القوية بل يبقى في سياسة مرنة متعدد الأقطاب، ولكن الصين تنظر إلى المغرب على أنه إحدى مفاتيح اللعب في هذه المساحة الدولية لكي تتمكن من خلال الربط ما بين آسيا أوروبا وشمال إفريقيا أن تتجاوز الخنق الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة عليه عن طريق ضبطها لخليج معركة والذي يمر منه جزء كبير من التجارة والصين. إذن الصين تقوم بهذا العمل الجبار، أي الربط ما بين ثلاث قارات من أجل أن لا تبقى حبيسة للتجارة في منطقة بحر الصين، وأن تنفتح على مناطق أخرى تسمح لها بتعدد الشراكات وبالخروج من هذا المأزق الجيوستراتيجي الذي هي فيه الآن، بحيث أن جزء كبير من التجارة الدولية الصينية يمر عبر مضيق صغير تتحكم فيه الولايات المتحدة. إذن من أجل الخروج من عنق الزجاج قامت الصين بهذه اللفة الكبيرة من أجل أن تخرج من هذا المأزق. والمغرب بمبادرة الأطلسية بتواجده القوي في عالم الدول الأوروبية يسهل على أي شركة اقتصادية سواء الولايات المتحدة أو الصين أن يضبط قواعد اللعبة في هذه المنطقة. لهذا فوجود المغرب في حسابات الصين يعد حركة ذكية من قبل الصين لتحاول خروج المغرب من أجل ضبط هذه المنطقة. طيب دكتور كومات، كيف يمكن للمملكة أن تكون مايسترو قادر على ضبط إيقاع كل هذه التحركات؟ هي في اتفاق ثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، ولها التزاماتها مع هذين الطرفين، ومن جهة أخرى هي تتعامل مع الصين التي ربما تواجه الكثير من التضييقات من الولايات المتحدة الأمريكية، ونشهد ماذا كانت الأفعال التي تعلقت بالضرائب والرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى هذه المبادرة الأطلسية وما يطرحه الجوار الصعب والحذر للمملكة المغربية. كيف يمكن للمملكة المغربية أن تمسك العصا من الوسط وتضبط إيقاعات كل هذه التحركات المتناقضة دكتور في هذه الحالة؟ هذه هي في الحقيقة الحكمة للدبلوماسية الملكية، بحيث اليوم المغرب له شخصية دبلوماسية على الصعيد الدولي اللي ولات معروفة. أولا هناك شخصية، يعني شخصية اللي عندها مبادئ عندها مواقف اللي يجب على الآخر أن يحترمها، اليوم المغرب معترف له بذلك. الشيء الثاني هو أن المغرب يعني استراتيجيا هو مع التوازنات الجيوستراتيجية والعلاقات الدبلوماسية المتوازنة مع جميع الأقطاب، وهذا أيضا لاحظناه في عدة قرارات سياسية لا تجاه روسيا ولا الصين ولا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي. المغرب له الحكمة في التوازن مع الأقطاب السياسية
الاقتصادية الدولية، وهذا يعني ولات صورة واضحة يعني في المشهد الدولي للمغرب، والأقطاب هي كتحترم المغرب لهذا التوازن. لهذا اليوم يعني هذا كيعطي المغرب أولا شخصية دبلوماسية منفردة، وأيضا كيعطي احترام على الصعيد الدولي، وكيمكن له يعني يتعامل بصفة يعني متوازنة مع جميع الأقطاب مع الاحترام المتبادل. وهدنا لاحظنا بأن جميع هذه الأقطاب هي كتحترم المغرب. اليوم هذا التموقع للمغرب كيعطيه يعني واحد الفرصة أنه تكون عنده واحد المكانة خاصة، لا من ناحية السياسية ولا من ناحية الدبلوماسية ولا من ناحية العلاقات الدولية، بحيث المغرب يستشار في القضايا الكبرى لا من ناحية لا من الدول الكبرى، وأيضا له كلمة اليوم خصوصا ولاحظتوا في البيان يعني اللحية عدة مبادرات وتموقع المغرب لا في جمعيات لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المغرب اليوم كيترأسها، لا في المبادرات البيئة لا في المبادرات الرقمنة، بحيث المغرب اليوم منخرط في القضايا الكبرى الدولية اللي هي البيئة هي الرقمنة هي يعني السلم. أيضا في السلم المغرب له عدة مبادرات. إذن كل هذا أعطى المغرب واحد مكانة وقدر أنه يتموقع ويتحترم، ولو أن هناك علاقات يمكن تكون ما بين أقطاب اللي عندها مصالح متضاربة، ولكن المغرب كيعرف كيفاش يتعامل مع كل قطب على حدة، يعني أخذ بالاعتبار الاحترام والتقدير. دكتور نبيل عادل، بأي عين تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لهذا التقارب بين الصين ودول عربية خاصة الحليفة المملكة المغربية، وهل ستطرح بديلا ما أم أن الحزام والطريق وأصبح اليوم قدرا محتوما وهي مبادرة تحظى ببعض التأييد نظرا لكما تقول الصين إن المنفعة ستكون عامة منها؟ هو القدر المحتوم ربما هو أقرب توصيف لما محدود الآن، بحكم أن هناك دورة تاريخية لا يمكن الوقوف في وجهها. هناك صعود ونزول الدول، وتلك الأيام ندولها بين الناس. لهذا فهناك منطق صعود وهبوط للإمبراطوريات. ربما نلاحظ أن هناك نوع من الانحدار في الإمبراطورية الأمريكية والصعود للإمبراطورية الصينية، وهذا صعود لا يمكن الوقوف في وجهه، يعني يدخل في منطقة التاريخ ولا يمكن للولايات المتحدة أن تحد منه، يمكن أن تبطئ من وتيرته، يمكن أن تضع بعض العراقيل من أجل عدم تسريعه، ولكن لا يمكن أن تقف في وجهه. وعلى المغربي أن تكون لديه القراءة الصحيحة للتاريخ، بحيث أنه يبقى شريكا للدول الغربية بحكم الشراكات التاريخية، ولكن يجب أن ينفتح بشكل كبير على هذا الجزء من العالم الذي يعرف تغييرات كبيرة، والتي من صالح المغرب أن يراقبها باهتمام وأن ينخرط فيها بدينامية دون أن يدخل في اصطدام مع مصالح الدول الغربية. وهنا يجب أن تكون الدبلوماسية المغربية حكيمة جدا في اللعب بالتوازنات. هناك أيضا ما يجعل المغرب قوة جيوسياسية هو المبادرات التي يقوم بها وقدرته على تفعيلها. كلما فعل المبادرات الأطلسي كلما زادت قوته على الساحة الدولية، كلما قام بمبادرات كهذه وكلما كان له صوت مسموع، كلما قوى حدوده في هذه الشبكة المعقدة من التحالفات والمصالح. ولكن لا أظن أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة يمكن أن تقف في طريق الدول التي تريد أن تنفتح على 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 هذا المشروع، إلا ستجد في طريقها مجموعة من العقبات. يجب علينا أن لا ننسى أنه حتى فرنسا عندما زار رئيسها الصين أبدى رغبته في التقارب القوي بين فرنسا والصين، وقام بتصريحات ربما أزعجت دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، ولكن لديه قراءته الخاصة. طيب. أن مجموعة من الدول تعلم أن الصين هي القوى القادمة ولا يمكن تجاهلها في على الساحة الدولية. طيب، هذا التقارب بروفيسور كومات لابد وأن له فاتورة، كذلك يجب أن تدفعها الصين
وسيكون على العنوان هذا الشيك هو القضية الفلسطينية. نعرف المكانة الكبيرة والوزن السياسي للصين في الأمم المتحدة، وهي قضية جوهر وعقيدة وإيمان بالنسبة للدول العربية. هل يمكن أن تقدم شيئا الصين من أجل أن ربما يتقدم الحل السياسي في أفق تأسيس دولة فلسطينية والاعتراف الصريح والبين منها في بعضوية كاملة مثلا داخل الأمم المتحدة؟ نعم، للصين مكانة خاصة من ناحية موقعها في الأمم المتحدة، هي عضو دائم في مجلس الأمن ولها اليوم حياد اللي كيعطيها واحد الرزانة من ناحية اتخاذ القرار. يعني اليوم لم نرى حيادا، وكأن هناك ميلا، هناك تحدث بإيجابية كبيرة ورغبة في إطلاق مسلسل سياسي حقيقي وإنهاء الصراع. لم يكن قل الحياد يعني نعم. ماشي يعني واحد تموقع اللي مثلا الولايات المتحدة حنا كنعرفوا موقفها يعني مساند لإسرائيل. من هذه الناحية يعني للصين يمكن أن تكون وسيط، يمكن أن تلعب دور إيجابي في حل هذا الإشكال، هذا من ناحية. وثانيا للصين علاقات طيبة مع الدول العربية، مع الدول الإسلامية، اللي كيدفعها أنها تكون فاعل إيجابي، وأيضا موقعها على الصعيد الدولي لا من ناحية السياسية ولا من ناحية الاقتصادية. إذن لا يمكن إلا أن ننتظر من الصين أن تكون من الحلول أو من المساهمين في الحل لهذه الإشكالية. وهذا يعني برز في البيان الختامي، بحيث أن اتفاق يعني موقف موحد الدول العربية والصين للطلب بوقف إطلاق النار، بالامتداد الإمدادات يعني الغذائية والإنسانية. إذن هناك يعني موقف موحد من ناحية المبدئية بالنسبة للمسائل الهامة اللي اليوم هي أولويات، وهي اللي كتطلب بها الأمم المتحدة، كتطلب بها المحكمة العادلة، هي أولا وقف هذه الحرب، لأن عندها آثار اليوم سلبية جدا على الفلسطينيين، على سكان غزة. إذن هذا يعني هو المطلب الأول بالنسبة للدول اللي اعترفت بدولة فلسطين وأيضا الدول العربية. ومن بعد كيبدأ المسار السياسي اللي خصو تمخض عنه يعني دولة فلسطينية بحدود كما قلنا 67، وهذا أيضا يعني يمكن الصين تلعب فيه واحد الدور أهم في المستقبل. طيب ما المطلوب من الصين كذلك دكتور نبيل عادل، التي تريد أن تستثمر في المنطقة وأن ربما تتهرب من هذا التضييق الممارس عليها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية؟ عندما تصف المملكة بالدولة المحورية فهي كذلك تعلم جيدا ما معنى الاستقرار في المنطقة وأنه لا مكان لدولة وهمية. هل يمكن للصين أن تتقدم في اتجاه المملكة المغربية بموقف أكثر وضوحا جدية، خاصة وأن وزنها كبير فهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي؟ تماما، بحكم أن الصين تكتوى بنفس النار وهي نار الانفصال، وعندها مجموعة من الملفات في التبت في تايوان. إذا هي من الدول التي تحس بخطر النزاعات الانفصالية التي تقيم عليها بعض الجماعات، وتعد تهديدا للأمن القومي والسلم العالمي، ولكن تبقى مواقفها في تجاه القضية الوطنية مواقف جد محتشمة، لا تعكس ما تكتوي به الصين من نار الانفصال، ولا تعكس رغبتها في أن تكون شريكا فاعلا. ولكن هذا يمكن فهمه إذا درسنا العقلية الصينية وطريقة مقاربة المشاكل. فالصين لا تدخل في أي ملف كما تدخل في الولايات المتحدة مثلا بقوة، لها طرقها، لها وسائلها، هي تكره الاستفافات إلا عندما تكون مضطرة أو في الدار القصوى. تحاول أن لا تدخل في صراعات ثنائية، تحاول أن تتجنب الصراعات، بحكم أن لديها أجندة اقتصادية وليست لديها أجندة إيديولوجية كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة أو النظام الغربي. تكره أن تدخل في عملية شد وجذب، فهي تعرف تماما أن طالما أنها يمكنها تجنب
الدخول في لعبة استقطابات قوية فيتفعل ذلك. حتى بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإذا استثنينا بعد الشعارات وبعد البلاغات، فلن تجد للصين حضور قوي في الملف كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة التي تسلح طرفا في النزاع وتقوم بتدخلات بالضغط على الفصائل من أجل الوصول إلى حلول. هذه ليست الطريقة الصينية، الطريقة الصينية طريقة أكثر نعومة وأكثر طول أمد وطول نفس. شكرا جزيلا لك الدكتور نبيل عادل على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك لضيفنا الدكتور عبد اللطيف كومات على كل هذه التوضيحات. نرجو منكم أن تتفضلوا بالبقاء معنا، سنعود بعد قليل في الجزء الثاني من هذا البرنامج.